ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل كامل الوزير اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت. شهد الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة وتقرير مجلس الإدارة. هذا ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مجلس إدارة الشركة باستمرار تنفيذ خطة تطوير الشركة ودعمها بأحدث الأتوبيسات والمحافظة على الكفاءة الفنية للأسطول الحالي، بما يسهم في أن تحافظ الشركة على ريادتها للشركات العاملة في هذا المجال وتقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب. التقى وزير البترول كريم بدوي على هامش مؤتمر جاستك العالمي للطاقة في هيوستن بالولايات المتحدة مع الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إني الإيطالية غويدو بروسكو، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل الإسراع بتنفيذ خطة التنمية والإنتاج من حقول واكتشافات الغاز والزيت الخام لتأمين الاحتياجات المحلية، كما بحثا خلال تطوير حقول الشركة الإيطالية بمنطقة شرق البحر المتوسط بما في ذلك آخر مستجدات ربط حقول كرونوس في قبرص للغاز بالتسهيلات المصرية على ساحل البحر المتوسط وإعادة نقل الغاز بعد ذلك إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للنقل وتجارة الطاقة. وصل وزير المالية أحمد كوجوك سلسلة لقاءاته في إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من 100 من ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن. وشارك كوجوك في جلسة نظمها بنك أوف نيويورك ميلن بحضور وزير الاستثمار وتجارة الخارجية حسن الخطيب وعدد من المسؤولين. وأكد كوجوك أن الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن على نحو انعكس في مؤشرات جيدة للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهي في يونيو الماضي. هذا وقد تحقق وتم تحقيق فائضا أوليا بنسبة 6.1%، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين انخفض معدل الدين الداخلي للموازنة 4.7%. استعرض وزير المالية أحمد كوجوك أولويات السياسة المالية في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك في كلمته أمام بعثة الأعمال التابعة لجمعية الأعمال المصرية البريطانية إلى المملكة المتحدة. وخلال كلمته أكد وزير المالية سعي الدولة المصرية للتعامل بشكل استباقي مع أكبر تحدياتها، وهو ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين ووضعه على مسار تنازلي ثابت، بالإضافة للعمل كذلك على تحسين مؤشرات الديون الأخرى والعودة إلى مستويات أكثر معقولية عبر خفض فاتورة خدمة الدين بشكل كبير. شارك وزير الاستثمار وتجارة الخارجية حسن الخطيب في جلسة نقاشية بعنوان فتح أفاق لفرص الاستثمار، رؤى مستثمري القطاع الخاص حول الاستفادة من إمكانات الاستثمار في مصر، حيث عقدت الجلسة في مقر مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية، وهي الذراع الاستثماري للحكومة البريطانية، وذلك في إطار أعمال البعثة التجارية التي تنظمها جمعية الأعمال المصرية البريطانية في العاصمة البريطانية لندن. وتناولت المناقشات إمكانيات ومقومات مصر لجذب استثمارات القطاع الخاص، وأكدت أهمية قيادة القطاع الخاص للاقتصاد خاصة بعد الاستثمارات الحكومية الكبيرة في البنية التحتية. بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مع سفير دولة قطر بالقاهرة طارق بن علي الأنصاري تعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين مصر وقطر وموقف مشروعات التعاون بين البلدين. تطرق الاجتماع إلى التعاون مع مؤسسة سلطق القطرية ومؤسسة التعليم فوق الجميع لدعم جهود الاستثمار في رأس المال البشري في مصر. أوضحت الوزيرة أن تلك المشروعات تتضمن مشروعا رئيسيا حول تمكين الشباب من أجل التأثير المستدام بالشراكة مع اليونيسف تحت مظلة مبادرة شباب بلد، مضيفة أن هناك مشروعات مكملة تتضمن مشروعا حول مهارات ريادة الأعمال بالشراكة مع تسهيل مصر.
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني طرح 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى 161 مترا مربعا بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة. يأتي ذلك خلال الفترة من 29 من سبتمبر الجاري إلى 28 من أكتوبر المقبل. وأوضح وزير الإسكان أن هذا الطرح يأتي وفقا لآلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنويع آليات طرح وإتاحة الوحدات بمختلف أنماطها لتلائم جميع شرائح المجتمع. في أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط الخام بشكل واضح خلال التعاملات وتخلت عن بعض أرباح الجلسة السابقة التي كانت قد حققتها بعد صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بحوالي 50 نقطة أساس بفعل تعزز توقعات زيادة الطلب الأمريكية على النفط الخام. على الصعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 39% إلى 71 دولار و67 سنت للبرميل، كما انخفض غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 51% ليصل إلى 74 دولار و4 سنتات للبرميل، بينما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 29% لتصل إلى دولارين و17 سنت للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.11% لتسجل نحو دولارين و37 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل التضخم السنوي في المملكة الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 1.7% في أغسطس من 1.3% في الشهر السابق. ارتفعت أسعار المواد الغذائية المحرك الرئيسي للتضخم 2% مقارنة بالعام السابق، كما زاد تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 1.4%. ارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبا 3% على أساس شهري و 2.6% على أساس سنوي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لحكمة وليلى لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة.